السلام عليكم وحوش بارتر، اهلا وسهلا فيكم في هذا الفيديو الجديد ورمضان كريم علينا وعليكم. حنتناول في هذا الفيديو بروتين نباتي كنوع من التغيير من شركه اورجين، واحد من افخم البروتينات النباتيه سبورت بروتين. حندخل في العمق، نعرف كيف بيخلط، كيف طعمه، ايش مكوناته، وايش اللي بيخلي سبورت بروتين من اورجين واحد من ارقى البروتينات اللي احنا حنجربها. لو كنت مهتم اشترك في القناه واترك لايك وخليك متابع. سبورتر واحدة من أقوى شركات بيع المكملات الغذائية، مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي، ولو دخلت على موقعهم حتلاقي شركة أورجين وجميع منتجاتها. دائما عندهم عروض حصرية ورائعة جدا على المكملات. الموقع يحتوي على نخبة من أرقى شركات بيع المكملات الغذائية، خدمة العملاء عندهم راقية جدا وخدمة التوصيل لا يعلى عليها. ادخل على موقع sporter.com وحتلاقي اللي بيعجبك. ندخل على الفيديو. أورجين شركة هدف صاحبها كان إنتاج مكملات أو شركة مكملات غذائية، ومهمتهم هي إنتاج مكملات من أكل حقيقي أو ما يقرب للأكل الحقيقي، وهذا هو مكمل البروتين الأشهر تبعهم اللي اسمه سبورت بروتين، واللي يسوق على أساس أنه بروتين نباتي خالي من الألبان ومشتقاتها أو أي منتجات حيوانية، بلانت بيست بروتين. من غير كتر كلام ندخل في لوحة المكملات. طلع لك على يسار الشاشة، من أول السطر حتلاقي إنه هذه العلبة اللي هي 2 باونز تحتوي على 16 سيرفينج. السيرفينج عبارة عن 2 سكوبس أو سكوبين، بالتالي علبة 2 باونز تحتوي على 32 سكوب. السكوبين حجمهم 57 جرام ويحتوي على 200 سعرة حرارية، 7 جرام منهم دهون، يحتوي على 14 جرام كربوهيدرات، 2 منهم ألياف، جرام واحد من السكر، والباقي عبارة عن محليات، ويحتوي على 30 جرام من البروتين. إذا السكوبين يحتوي على 30 جرام بروتين، حجم السكوبين 57 جرام. لو عملت حسبتك الرياضية الرائعة هتلاقي انه السكوبين هذول يحتوي على 52% بروتين، وهذا بالنسبة للمكملات البروتينية يعتبر قليل، ولكن باقي المكملات او باقي 43% هذه عبارة عن منتجات عضوية، منها الياف ومنها مركبات موجودة لمحاربة الالتهاب زي الكركم وغيره. هذا اللي حنعرفه لو نزلنا تحت على الانجريدينتس او مكونات السكوبين هذول. اول شيء حتلاقي خليط البروتين العضوي من اورجين او الاورجين اورجانيك بروتين بلند، وبتكون من ثلاث شغلات اساسيه اللي هي الاورجانيك بي بروتين، اورجانيك براون رايس بروتين، واورجانيك شيا بروتين او اورجانيك شيا سيد. اذا البروتين مستخلص من ثلاث مصادر: البازيلا، براون رايس او الرز الاسمر، وبذور الشيا او الشيا سيد. ثاني شيء حتلاقي الاورجين اورجانيك كريمر بيز، وهو الكريمر بيز او الخليط المضاف لهذا البروتين كبديل للحليب ومنتجاتها، وبرضه بيتكون من منتجات عضويه زي اورجانيك اسايا او الاكاسيا، يعني حتى السويتنرز اللي هي الاريثرول والستيفيا مشتقه من مكونات عضويه حسب ما مكتوب في لوحه المكملات، بالاضافه للاورجانيك تارت تشيري والكرز العضوي، والاورجانيك فيرمنتد تيرميريك اللي هو الكركم العضوي، مضافين هان كمضادات للالتهاب. معروف عن الكركم انه مضاد للالتهاب قوي، ايضا مشتقات الكرز برضو إلها خصائص لتقليل الالتهابات مضافة في هذا البروتين. آخر شيء حتلاقي أورجين أورجانيك فروت أند فيجيتابل بلند، خليط من الفواكه والخضار العضوية زي الأورجانيك أبل فايبر اللي هي ألياف التفاح، أورجانيك أساي، أورجانيك بيت اللي هي الشمندر، أورجانيك كيل، أورجانيك راسبري اللي هي التوت، أورجانيك سبانيش السبانخ، أورجانيك توميتو، أورجانيك بانانا، أورجانيك بلوبيري التوت الأزرق، وأورجانيك كاروت. محلى زي ما حكينا بالمحليات صناعية من مصادر عضوية، وهذا اللي جوا سيرفينج تبعت أورجين سبورت بروتين. زي ما شفنا بيحتوي على بروتين نباتي من مصادر غير عن الصوي وزي اللي هي الأرز والبازيلا وبذور الشيا، زائد زي ما شفنا اللي هي 7 جرام الدهون الموجودة وال14 جرام الكربوهيدرات هي عبارة عن منتجات أو مركبات مشتقة من مصادر عضوية. توليفها تعتبر غريبة عن منتجات البروتين، هو المقصد منهم ليس فقط إنتاج مركب أو منتج بروتيني، ولكن هو منتج كامل يحتوي على مغذيات كبرى منها البروتين والكربوهيدرات والدهون، ولكن من مصادر عضوية، زائد مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب الموجودة فيه، زائد كمية جيدة من الألياف اللي كلها مشتقة من مصادر عضوية 100%. برافو أورجين. معظم منتجات أورجين ماشية على نفس النمط اللي هي منتجات أو مكملات مستخلصة من مصادر طبيعية عضوية 100%. وبس والله، وهذا هو جول سكوب. لكن بالنسبة للطعم، كثير نحكى عن أورجين سبورت بروتين عن النكهة تبعته إنه طعمه جيد، وهذا اللي حنشوفه. المشكلة بالعادة في بروتينات نباتية إنه طعمها بيكون شوي غريب أو صعب تقبله. حنفتح العلبة هذه لتجرب طعمها لأول مرة أجربها معاكم. النكهة معانا اللي هي تارت تشيري اند تيرميريك. لا مش هاي النكهة ابدا. النكهة معانا هي تشوكلت. اول ما تفتحه رائحته جيدة، تتوقع انك تشم ريحة سبانخ مثلا او خضار، لكن الرائحة فعلا شوكولاتة رهيبة. النصائح الاستخدام: بيخلط سكوبين مع تقريبا 400 ملي من المي، فانا حنجرب سكوب واحد وحنخلطه مع 200 ملي من المي، وحتى السكوب تبعه محترم قاعد فوق. ناخذ سكوب من هذا الشيء نحطه في الشيكر واعطيها 80 سواعد.
في كوب الاختبار نصب هذا الشيء. يا سلام، قوام رائع وفخم، يخلط بشكل رائع، ما في أي تكتلات أيا كان. في شوية روائح نباتية. بالنسبة للطعم، طعم جيد، ولكن الأمانة في بعض النكهة، نكهة الأشياء الورقية الموجودة اللي هي الأشياء النباتية الموجودة، ولكن الطعم أبدا مش سيء. أتوقع لو انخلط مع حليب اللوز أو حليب جوز الهند أو الأشياء الثانية حيعطيه طعم رهيب. ونعطيه أوكي. هذا المنتج بنفع للنباتيين طبعا بشكل أخص، والناس اللي بيعملوا دايت لأنه بيحتوي على كمية عالية من الألياف وبيحتوي على قيمة غذائية عالية، وبشكل عام للناس اللي عندهم حساسية أو بيتضايقوا من منتجات الألبان أو عندهم لاكتوس انتولرنس، فهذا البروتين بينفعهم. أورجين سبورت بروتين يعتبر واحد من المكملات البروتينية القوية، ناهيك عن أنه معظم المكونات تبعته عضوية تماما وذات قيمة غذائية عالية. هذا هو بالنسبة لأورجين سبورت بروتين. لو عجبك الفيديو اترك لايك، اشترك بالقناة لو ماك مشترك. هذا ونشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله. والسلام.